تحياتي لكم. معلومة في ثواني 36، يقول فطام من 40 ل 45 يوم عندهم إسهال لونه زيتي لزج، ومات 2 كل يوم واحد. وتعليقي عن ذلك: هذا العمر حساس جدا خاصة للغذاء، وموضوع الإسهال يعني مرض معوي، أي مرتبط بمصدر الغذاء ونوعه. وبالرغم من عدم ذكرك لمعطيات كافية من حيث التهوية ونوع الأكل وكميته للمفطوم، إلا أني أنصح بعدم تقديم أي نوع أخضر ومراجعة العليق بالمعلفة يوميا، بحيث لا تكون راتبة أو عطنة أو متبول عليها، وتكون بوافق 50 جرام للمفطوم. أتقبل سلامي وتحياتي.